طيب يعني هل كانت العقوبه او كانت مستحقات اللاعب 550 الف دولار ارتفعت الى 636 الف دولار بالفعل؟ يعني عايز بس اوضح حاجه، هو الاجمالي مستحقات اللاعب 550 الف دولار، واللي كان مطالب بيه من الفيفا 636 الف بالتعويضات، وانت عارف غرامات التاشيل وهكذا يعني. نعم. فهو الفيفا ردت بخطاب، عشان نوضح برضه للناس، ردت بخطاب رفضت فيه الرد النادي الاهلي على الشكوى وارساله بعد الميعاد، وحجزت القضيه للحكم، ومن المتوقع ان هي خلال الاسابيع اللي جايه دي هيبقى في الجلسه القادمه للجنه صد المنازعات في الفيفا ان هي تاخد فيها القرار، وبالتالي بعد رفض رد النادي الاهلي هيبقى الحكم بمستحقات اللاعب بالكامل في هذه القضيه يعني. طيب الحكم امتى يا فندم؟ يعني الجلسه بيبقى خلال شهر يونيو ده ان شاء الله. خلال شهر يونيو، لكنه طالما حضرتك بتقول اترفضت مذكره النادي الاهلي يبقى تقريبا الحكم هيبقى ب 636 الف دولار. هيبقى بكامل طبعا مستحقات اللاعب، وحضرتك عارف برضه ان حته ان احنا اللي عندنا في مصر بنقول اختار اللاعب خلال 15 يوم من نهايه الموسم. انت عارف البند ده بالنسبه للاجانب مخالف، لان دي لوائح الاتحاد الدولي هي اللي بتحكم فيها. نعم. وكان في مثال قبل كده اللاعب دودي اللي هو لاعب طلائع الجيش. نعم. كان برضه تم اختاره بنهاية العقد خلال 15 يوم من نهايه الموسم، والفيفا رفضت ده، قالت ده مخالف لوائح الفيفا، والفيفا والمحكمه الرياضيه حكمت بكامل مستحقات اللاعب يعني. طيب. حتى الرد نفسه كان برضه مخالف لوائح الاتحاد الدولي يعني. طيب ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي اللي نعمله؟ انت بتقول كمان الاهلي لو استأنف هيدفع فلوس زياده، اول مره اشوفها دي. لان انت عارف حضرتك طبعا لما كل لما بيبقى في تاخر في دفع المبلغ كل ما الغرامه التاخير بتزيد يعني على المبلغ. الحاجه اللي النادي الاهلي ممكن يعملها، وانا طبعا هناك اصدقائي في النادي الاهلي انا نصحتهم من الاول. نعم. بمحاوله حل الموضوع ودي مع اللاعب، ويمكن حصل فعلا جلسات ما بين النادي وما بين اللاعب، ولكن كان المبلغ اللي تم عرضه على اللاعب تقريبا اقل من 15% من حياته، فطبعا اللاعب رفض تقديم الشكوى. لكن انا من ناحيتي طبعا نصحتهم ان افضل حاجه للنادي الاهلي ان يحل الموضوع قبل ما يبقى فيه قرار من الفيفا، ممكن بعد كده يبقى فيها عقوبات يعني. سؤالي يا استاذ نصر، هل من الممكن العوده للحل الودي مره اخرى ولا خلاص كده اتقفلت؟ لا، اعتقد الحل الودي دايما بيكون موجود كويس مع اللاعب، لان اللاعب من الاول هو لما كلمني طلب مني اقدم شكوى، انا قبل ما اقدم شكوى قلت له لا، لازم تقعد مع النادي الاهلي الاول تحاول تحل الموضوع بشكل ودي يعني. فده كان توجيهي للاعب بهذا الشكل يعني. ولكن طبعا بعد كده بعد عدم التواصل بحل لا دلوقتي 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 لا، اعتقد مفتوح، لو فيه حاجه الطرفين يبقوا موافقين عليها يقدر ان هو يتفق عليها. طب انت الطرف اللاعب ما عندك انت عارفه، هل اللاعب موافق ولا مش انا موافق؟ لا اللاعب موافق، بس انا ما حدش تواصل معايا خلال الفتره اللي فاتت دي خالص يعني. طيب اذا مطلوب من النادي الاهلي انه يتواصل مع حضرتك. العقوبه بيقولوا ايقاف القيد، يعني ايه ايقاف القيد؟ يعني الاهلي ما ايدش قيمته للمسابقه للموسم المقبل يا فندم؟ لا، يعني الفيفا لما بتطلع قرار بمبلغ مالي على الانديه بتدي لهم مهله شهر دفع المبلغ، والا يتم وقف القيد عندهم. فدي بتبقى عقوبه في حاله عدم الدفع خلال المهله اللي بتكون محدده، اللي بتكون شهر من التاريخ. لا يعني وقف القيد لعيبه جدد ولا وقف القيد يعني انا من النادي الاهلي؟ لا لعيبه جدد طبعا. جدد يعني الاهلي كده ما يضمش لعيبه جدد في حاله عدم دفع المستحقات اللي بتبقى محدده خلال مهله الشهر. تتوقع انه هيبقى في مفاوضات وديه وانهاء هذا الامر ولا صعب يا استاذ نصر؟ والله انا اخر مره حصل تواصل كان من اكثر من 6 اشهر، وبعد كده انا ما حصلش معايا تواصل شخصيا في هذا الموضوع يعني. اعتقد انا عايز اعرف يعني النادي الاهلي كان متعود دايما بينهي الامور دي بشكل ودي من الاول قبل ما توصل للمرحله دي، فيعني طبعا في حاله ان هم عندهم رغبه ان يحلوا الموضوع ودي انا من شخصيا سواء اللاعب. كويس. طيب كويس، ده خبر كويس او ده خطوه كويسه. لو الاهلي ما قيدش لعيبه، قال لك انا مش محتاج لعيبه، خلاص تبقى العقوبه سقطت ولا ايه يا فندم؟ لا، بيبقى في عقوبات تاني انت عارف، بيبقى بعديها خصم نقاط، هي بتبقى مراحل يعني. يعني المرحله الاولى ايقاف القيد، الثانيه خصم نقاط. بعد كده بيبقى في خصم نقاط زي انت عارف برضه حصل مع النادي الاسماعيلي قبل كده. نعم. والحاجه الثالثه بيبقى ممكن اللي هي الهبوط في الدرجه الادنى. يا اخر عقوبه يعني. العقوبات متواصله في حاله عدم الدفع يعني. ان شاء الله الموضوع ما يوصلش طبعا لهذا الموضوع يعني. ان شاء الله الموضوع يعني انا شخصيا اتمنى ان هو يتحل اسرع وقت يعني. يعني انت بتفتح الباب للنادي الاهلي من اجل عوده المفاوضات الوديه وانهاء هذا الامر مره اخرى، تمام كده فعلا؟ اكيد يا كابتن، لو في اي حل الطرفين يوافقوا عليه خلاص طالما الطرفين مرتضين بيه. وانت بتقول الطرف اللي عندك بتقول طرف اللعيب موافق. على اي حل ودي على المبدا طبعا مفيش مشكله طبعا. بشكرك استاذ. حاله كده بيتم اختار الفيفا بحل الموضوع ودي، بيتم انهاء الشكوى، ولو كان في قرار خلاص بيتم انهاء الموضوع قبل اصدار القرار يعني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ده كان